طبعا كيف يتعامل هو مع نفسه وكيف يتعامل الآخرين مع الشخص المصاب بهذه المشكلة؟ بص، اولا انا عايزه المريض بتاعي يبقى هو هادي. عايزه اعمل توعيه، وده دورنا احنا في الميديا، ان المرض البهائي يا جماعه مش مرض معدي، مش مرض مخيف. ما هو عارف هو مشكلته ايه؟ اللون بس اللي بيسيبه، غير كده هو معهوش اي امراض، أي حاجة. ما عندوش امراض عضويه من جوه. فهو حاجه فيري سي، يعني ما فيش، هو لون بس. لازم الشعب، يعني لازم الناس يبقى عندها توعيه، زي حد شعره اسود وشعره ابيض، يعني نفس عادي الفكره. جدا. لازم تفهم ان هو مش يعني ما تعاملوش معامله. ان مريض البهاء بيبقى فيري سنسيتيف، حساس جدا جدا. اول ما درجة. مثلا لو الاصابه في حته معروفه او في موجوده ايديه في او في وشه، مش عايز اقول لك كميه الاكتئاب اللي بتبقى عنده، ومش عايز يتصور، مش عايز حد يشوفه. وفي بنات كتير قوي يعني ما بترضاش تتجوز، لا او هم حتى كمان لو هم عايزين يتجوزوا، الاسره اللي بتيجي تتقدم للبنت للاسف تقول له لا، ده رد فعلها ممكن فعلها يضايقها اكتر، ممكن يقول والله هي بنت كويسه وكل حاجه، بس يعني لا، ما يعني وعايزه اقول انا نقطه، خايف يطلع مش هو عارف مش اعمل ايه. معدي ومش وراثي. يعني حتى اللي عايز يجي يتجوز ما يخافش، يعني مش معدي لا ومش ومش وراثي، وراثي، لا مش وراثي، يعني عادي ممكن يبقى عندها، ولكن ممكن تلاقي الاطفال ما عندهمش بعد كده لا خالص، اي لا مش مشكله. طب شرط. خلينا ناخد صوت التليفون.